سعيد أحمد الصريدي من الصف الرابع 3، عمري 9 سنوات. قرأت قصة العصفورة أم الأخبار. المكتبات المتنقلة جميلة واستطيع الاستفادة منها كثيرا. اسمي غلا خميس من مدرسة أم حكيم، عمري 8. قرأت قصة حديقة الحيوانات، استفدت أسماء الحيوانات وأصواتها. مكتبات متنقلة حلوة واستفدت منها وايد. أنا الطالبة ميعاد خميس، مدرسة أم حكيم الأنصارية، عمري 9، والعنوان القصة بو وبا في رحلة بحرية. استفدت منها أنه لازم نكون شجاعين وقويين عندما نذهب إلى رحلة بحرية. المكتبات المتنقلة رائعة وفكرة إبداعية. أنا الطالبة شيمة محمد السعيد من الصف الرابع 3، عمري 9 سنين. قرأت قصة بيت تحقق فيه الأمنيات. تعلمت من القصة كيف أحقق الأمنيات في بيتنا، وعجبتني هذه المكتبة المتنقلة وقرأت فيها القصص الكثيرة.